اهلا وسهلا بيكم في اول حلقة من سيزن 2 من لعب في لعب. بفضل كومنتاتكم ومتابعتكم الجميلة وصلنا لسيزن 2، ان شاء الله ربنا يسهل ونكمل مع بعض في سيزنز اكتر واكتر. خلصنا الحفلة، ندخل بقى في اللعب. النهاردة هقدم لكم 3 العاب مختلفة بتعلم الاطفال العد او الحساب بطريقة لذيذة وخفيفة. الالعاب النهارده مناسبه للاعمار من عمر السنه، ممكن اصغر شويه، لحد عمر 4 سنين، وممكن انتوا كمان تعملوا عليها شويه تعديلات عشان تكون الالعاب دي مش بس للعد، لا تستخدم كمان في العمليات الحسابيه زي الجمع والطرح والحاجات دي. نبتدي مع بعض. اللعبه الاولانيه لعبه التمساح. هنحتاج لها ورق باي الوان، انا اخترت اللون الاصفر، ورق اخضر، ماركر، مقص، صمغ، مشابك غسيل. انا هنا استعملت مشابك غسيل بلاستيك. اذا انتوا عندكم مشابك غسيل خشب ممكن تستغنوا عن الورق كله وتلونوا من الخشب نفسه بالوان فلوماستر او بالوان ميه زي ما انتوا حابين. على الورق الصفراء هنقسمها لمستطيلات وبعدين نقسمها لمربعات. وهنحط في كل مربع دوائر او اي اشكال احنا عايزينها بالارقام اللي احنا عايزينها. نيجي بقى للتمساح. هنجيب المشبك وهنقص الورق الاخضر على مقاس المشبك ونلزقه بالصمغ، وهنحط الورق على كل تمساح او على كل مشبك، وهنرسم عينين التمساح وهنكتب الرقم اللي احنا عايزينه عليه، فتبقى الورقه الصفراء عليها نقط بعدد الأرقام لكن التمساح مكتوب عليه شكل الرقم نفسه. هنكمل بالطريقة دي لحد ما نخلص كل التماسيح. خدتوا بالكم من التمساح على جنب ده اللي أحمد ابني عمله؟ أحلى واحد فيهم كلهم. المطلوب من الطفل إن هو يمسك التمساح ويخليه ياكل الورقة المناسبة للرقم بتاعه، يعني لو التمساح مرسوم عليه رقم 2 لازم يعد الورقة اللي عليها نقطتين. انتوا ممكن بقى بدل النقط اللي انا رسماها دي لو عندكم ستيكر صغيرة عليها مثلا اسماك او ضفادع او اي حاجة زي كده تحطوها وتخلوا التمساح بتاعكم ياكل الضفادع اللي على شكل الرقم المكتوب عليه. اللعبة التانية بقى لعبة الخنافس، او زي ما بيقولوا عليها هنا هو في الاردن الدعاسيق. هنعمل النهاردة دعسوقة. لعبة النهاردة ممكن نعملها باستخدام عجينة الملح اللي كنت وريتها لكم في سيزون 1، او كمان الصلصال اللي كنت وريته لكم في سيزون 1، وخصوصا ان الصلصال اللي انا عملته لكم ده لو اتساب في الهواء من غير ما يتشال في كيس هينشف وهيحجر وهيبقى زي الحجر، فممكن نستعمله. لكن انا النهاردة حبيت اوريكم فكرة جديدة عشان يبقى برضو عندنا تنوع، فهنعملها النهاردة بعجينة الورق، بس عجينة ورق معدلة عشان خاطر الاطفال. الخامات اللي هنحتاجها للعبة دي هي ورق اخضر، دقيق، ومية، ورق جرايد او مناديل، الوان مية، ماركر. الدقيق والمية هنخلطهم ببعض لحد ما يكون عندنا عجينة زي عجينة البانكيك، يعني عجينة سالة شوية. الهدف ان احنا هنستعمل الدقيق والمية بديل عن الغيرة والمية اللي بيستعملهم في عجينة الورق العادية، عشان الغيرة ممكن تضايق الاطفال شوية، فلو انتوا عندكم مشكله انكم تستعملوا الدقيق ممكن تستعملوا الغيره والميه عادي في الموضوع ده. وزي عجينه الورق العاديه هنمسك ورق الجرايد ده ونقطعه تقطيع عشوائي، حتى الولاد هتبسطوا معانا وهما بيقطعوا، وهنكوره كده اهو زي كور صغيره، نعمل زي كده ايه شكل مبطط حبه كده اهو عشان يبقى زي الكنفسه. ولو مش عايزين تعملوا مع عجينه ورق خالص ممكن انكم تستعملوا مزلطات صغيره برده تدي نفس المفعول. وهنشكل الخنافس او الدعاسيق بتاعتنا وهنسيبها لحد ما تنشف. لو مستعجلين عليها انها تنشف ممكن انكم تدخلوها الفرن على درجة 150 او 180 لمدة 5 او 10 دقائق بالكتير لحد بس ما تنشف، هتبقى صلبة زي عجينة الورق بالظبط. وبعدين هنلونها بألوان المية. على عكس اللعبة الاولانية، اللعبة دي بقى هنعمل النقط على الخنافس نفسها، والورق الاخضر هو اللي هنرسم عليه الارقام، وهنقصه على شكل ورق شجر. المطلوب ان الطفل يعد النقط الموجودة على ظهر الخنفسة ويحط كل خنفسة على ورقة الشجر المناسبة للرقم بتاعها.
واخر لعبه بقى اسهل لعبه، ملح. هنحتاج لها ورق ملون، ماركر، مقص، ملح، وعلبه بلاستيك. هنحط الملح في علبه البلاستيك، وعلى الورق الملون هنقسمه مربعات، وهنحط عليه برضو دواير بالارقام اللي احنا عايزينها. وبرضو زي ما قلت لكم في اللعبه الاولانيه، ممكن بدل ما نرسم دواير نستعمل ستيكرز ونحطها بالعدد اللي احنا عاوزينه. المطلوب ان الطفل هيعد الستيكرز او الدواير الموجوده في المربعات وهيرسمها بايده في الملح، فلو شاف قدامه 3 ستيكرات يبقى هو لازم يرسم بايده الرقم 3. خلصنا، هنهز الملح ونرجع نرسم من اول وجديد. ارجو ان الافكار اللي قلتها لكم النهارده تسهل عليكم العمليات الحسابيه وانتم بتعملوها مع اولادكم الصغيرين، وتحولوا من الرياضيات من حاجه صعبه للعبه نلعبها مع الاولاد وتحببهم فيها عشان ما يكبروا ما يكونوش بيكرهوها ومتعقدين منها. ولو انتم عندكم اي تعديلات على الالعاب بتاعه النهارده عشان تبقى مفيده اكتر، طبعا اكتبوها في الكومنتس عشان الكل يستفيد. شفتم زرار اللايك؟ هو هنا ولا هنا؟ دوستوا عليه ولا لسه؟ يلا بسرعه واعملوا شير وسبسكرايب عشان ما يفوتكوش ولا فيديو. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله. سلام.